هل تجوز صلاة الجمعة خلف التلفاز؟ بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا أنت كنت في المنزل والإمام بعيد عنك، سواء كان كيلومترات أو في مكة أو المدينة وأنت في بلد وهو في بلد، لا يجوز لك أن تتابع الإمام في الجمعة أو غيره من الصلوات وأنت في بلد وهو في بلد، أو أنت في مكان وهو في مكان، كما هو الحال بالنسبة للكويت مع تباعد المسافات. لا يجوز لك أن تصلي مع تباعد، خلافا لما قد أفتى به بعض الناس من أنه يجوز باعتبار أنه يسمع الصوت، فإن ذلك غير مشروع. والعبرة ليس بالسماع، سماع الصوت، وإنما العبرة بالمتابعة. إذن المتابعة أنك تتابعه وتكون في المكان الذي هو فيه، فبذلك لا يجوز أنك تصلي خلف جهاز التلفاز لصلاة الجمعة أو في رمضان الفات مثلا أو غيره من رمضانات التراويح وغيرها، لا تصلي خلف الجهاز. ما نراه اليوم من أمور مستجدة، الصلاة مع التباعد، هل تصح الصلاة مع التباعد بين المأمومين؟ نعم، الراجح بأنه تصح الصلاة مع وجود هذا التباعد. هذا التباعد يكره إذا لم تكن هناك حاجة، فإذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهية، حتى إنه لا يكره بل يجوز. لماذا؟ لوجود الحاجة، فلا مانع من أن الإنسان يصلي مأموما مع وجود هذا التباعد.